في الوقت التي تنتظر فيه الساكنة تحرير مجلسك للملك العمومي، نرى بعض نوابك وبعض الأعضاء يساهمون في احتلال الملك العمومي. بعض النواب؟ نعم. كتعطيني مثال؟ ما غاديش نذكروا أسماء، ولكن أنت كتعرف المنازل جيدا سيد الرئيس، نشوفوا هذه الصورة هذه. سأذكر الاسم لكن على شرط أن يحذف المخرج الاسم. لا، بدون فهمت. بدون ذكر الاسم. أنا فهمت. هذا مثال، هذا على سبيل المثال للحصر. ولأني أقول لك، هل هذا الطريقة ديال الاحتلال للملك العمومي، هل هي وليدة اللحظة؟ ليست وليدة اللحظة. الجدير بأن يكون نوابك وأعضاؤك مثال وقدوة للساكنة. أقول لك بأن احتلال الملك العمومي هذه معضلة تعاني منها جميع مدن المغرب بدون استثناء، ونحن كذلك نعاني منها ولو كانت بدرجة أقل من مدن أخرى، ونحن عندنا هاجس باش نحرروا الملك العمومي. ماذا قمتم في هذه الخطوة؟ قمنا بعدة خطوات سأذكرها لك. أولا باختصار وبسرعة، بسرعة قمنا بحملة تحسيسية. ماذا عقب هذه حملة تحسيسية؟ هل أتت أكلها؟ أتت أكلها لكن نسبيا، وقمنا كذلك بإرسال إشعارات للناس الذين احتلوا الملك العمومي. كيف كان ردهم؟ الآن نرى عنهم. هل تجاوبوا؟ ونحن هل تجاوبوا؟ هناك يعني تجاوب شفوي، لم يتجاوب واقعيا، ولكن احنا مقبلين إن شاء الله. في حالة إذا لم يتجاوب هؤلاء المحتلون للملك العمومي، ما هي الإجراءات التي سيتخذها مجلسك؟ وهل هل هي كذلك مستقبلا إن شاء الله، أم أنها ستكون قرارات صارمة وشجاعة وقوية لتحرير الملك العمومي كما رأينا في عدة مدن مغربية؟ أنا الذي أريد من مجالس يرأسها حزبكم كذلك. نعم، أقول لك بأن هذا الملك العمومي هي معضلة، وهي ليست ولد اللحظة. نعرف، وهي أنا أريد جواب سيد الرئيس. سأجيبك لو سمحت. أعطيني جواب بسرعة لأن الوقت لو سمحت سأجيبك. قلت بأن نحن مقبلين إن شاء الله على حملات تحسين. أنا قلت للإخوان سيد الرئيس، سؤالي واضح ومحدد، أريد إجابة واضحة ومحددة. هل سيكون رد مجلسكم قويا وشجاعا لتحرير الملك العمومي إذا لم يتجاوب هؤلاء المحتلون مع إشعاراتكم؟ أنا أقول وفي وقت قصير. أنا أقول نعم أم لا. هل ستمتلكون هذه الشجاعة أم لا تمتلكوها؟ لا يمكن أن أجيبك هكذا. أعطيني جواب محدد. أتريد جوابا يعجبك؟ لا أريد جواب يعجبني، أريد جوابا يناسبك. يتركني أجيب. إلا بغيتي نقول لك اش بغيتي أنت، راه ما نقولكش. ما تقوليش شنو بغيت أنا، قول لي واش شنو بغيتي أنت، واش إيه ولا لا. تصوري في هذا الأمر فيه نوع من التدرج. أولا تحسيس، درنا تحسيس. ثانيا الإشعار، درنا الإشعار. نقول لك ثانيا يجب أن نتعاون على هذا الأمر. شكون هما هاد المتدخلين؟ السلطة، وهي متعاونة لا شك في ذلك. المجتمع المدني غير باش وسخها الله لأنه لم ينتخب. لا ليتملص المجتمع المدني المسؤولية ذلك. يتحملها كاملة المجلس البلدي والسلطة. المجلس المجتمع لله. المدني لا حول ولا هو لا قوة لأنكم تعطونه الفتات. لا أعطي الفتات، اسمح لي. المجتمع المدني قوة فاعلة. قوة فاعلة في دستور طبعا. وأقول لك، هل مجلسك سيكون شجاعا في اتخاذ هذا القرار بتحرير؟ طبعا بعد التدرج سوف يكون أكثر شجاعة. أي تدرج بعد التحسيس والإشعار سيد الرئيس؟ بالنسبة لنا أي تدرج؟ أعطيني شنو هي المراحل. مر الإشعار شنو كاين سيد الرئيس؟ أنا قلت لك أولا، قلت درنا حملة تحسيسية، بعدها إشعارا سيد الرئيس، بعدها بعد الإشعار سوف نقوم يعني تكوين واحد لجينة مشتركة لإعادة التحسيس. مشتركة ربما ستتبعنا الجرافة، ربما. أقول لك سأحترمك على هذا القرار سيد الرئيس إن شاء الله. تبعتك الجرافة. لا، ولكن بتشاور مع الجميع، بتدرج، بإعذار، يعني أقصى ما يمكن أن نفعله مع المحتلين للملك العمومي. ولكن في الأخير آخر الدوي آخر الداء الكي، لا بد من الكي.
في الاخر ما تخليهاش السيد الرئيس ها على السيد الرئيس ما تخليهاش حتى بغيت تمشي وتقول رسالة الولاية. ما كرهناش حل لهذه المعضلة في نهاية هذه السنة. هل تستطيع أن تكون شجاعا وتعطي وعدا للساكنة بتحرير الملك العمومي في نهاية هذه السنة؟ أنا سبق وأن جبت على هذه القضية ديال الوعود، لأنه هذا الشعار ديال الوعود أعدك بشيء أمتلكه في جيبي ولن أعدك بشيء. هل تملك اتخاذ القرار؟ خذ القرار ولا وقفوا لك ديك الساعة قول لك واقع عباد الله راه ما خلوش. قل لي دابا أنت بقراءتك لله من له الحق في تسخير القوى العمومية؟ هل للمجلس؟ لرئيس المجلس البلدي؟ السلطة طبعا. قم بواجبك وراسل السلطة وقول يجب فعل تحرير الملك العمومي. نعم بالقوة لأنه نعم يتجاوب. سوف تجد عندي مراسلات سأريها. هل ستقوم بها قبل نهاية السنة؟ هل تستطيع؟ أنا في تشاور مع المكتب. نعم لن أقول شيئا. أنا من المسائل التي أحرص عليها دائما هي الوعود، لأن المواطن أنا حتى في المكتب ديالي كيجيو كيقولوا لي أصحاب الضوء أصحاب أش من شهر أش من تنقول له شوف كنقول نقول لك غدا من يدري أنا كندير اجتماع غدا وما كيحضر ليش واحد الهيئة من الهيئات وتصبح الاجتماع مؤجل إلى شهر آخر سوف أكون كاذبا وأنت نصحتني ألا أكذب. حقوق المواطنين سيد الرئيس سوف تذهب بانتظار هيئة حضور هيئة وفي انتظار مستقبل إن شاء الله. هكذا المشرع. المشرع وأنت قلت لي سابقا بأنني يجب تحترم القانون. هل أفعل شيئا؟ لا تحترم القانون في قضية الظهير الشريف في قتل الكلاب وحتى تحترم القانون. لا أنا مختلف معك أخرى. بذلك لا تكون تقائيا سيد الرئيس. لا أقول لك بكل صراحة هذا الأمر يجب أن نتعاون عليه جميعا. جيد إن شاء الله.